هي بهرسة. ما نتاعي بطلة واش ندير وفتحت الراس. فاش يتوضر ليك التليفون؟ يا ما عندي حدا. يا خالدي الله يا ربي الله ما عرفت واش نجذب هكا ولا نجذب هكا. الله يا ربي الله ما عرفت واش نخرج سفاحية ندور في الدبر جنب الحجر واش ندير. تفكرت عباد الله وما لقيت ليها دواء ما تتقويت. يا بها وتعالوا عطلوا عليا يا كفارة بالله انا عطل عليا وجلس نقول فيا وقال لي يا مالك تعجعي وما ولك على هاد العانة. واحد ما يبغيني واحد ما يزول فيا جناه بيا ها ولا عدوز تطلعت عليا ولا جناه ديال ببرا وطلع عليا ولا حتى في دوك المصاق الاولاد اللي عندو دوك جوج حلاقه ملي دايرين ليا الجحاعه طلعوا عليا. يا ويلي اش ندير والله يا ربي الله على صغيب يا ما تكون عمي متها ماتت. والله يا ربي الله وتي ما كيصير تبرحي مالك تخواتك تسمع من راس الدقار. ولكن على الله النادم الحرامي ها ولكن على الله هاد الشلابية اللي عطاني زيد ربي ها ولكن على الله النبي عليه الصلاة والسلام ها تعال طلع ليا شوف الكوكيو اللي تقويتها يا عباد الله. عاد تعطي هالسير زرواطة ولا الشعمون ويبقى يعطيك على المراوي على المراوي حتى تقري تقولي اش كاين. رانا كنت خارجة راس الدوار وما بيا ما عليا قالت لي هنيا وسيري دغلي الواتساب راني صيفط لك واحد العابد كيغنوا على مي مدق واحد العابد على بنزينات ومشكيت انا قلب الدرج هاد العابد نشوف الواتساب اللي صيفطت ليا فيه الفيديو جيت نقلب ما لقاش تليفوني ما تكون يهزوا ليا. والله يا ربي الله على واتسابي الله يا ربي الله على تليفوني ما لقيتو شكون يهزوا ليا قلبوا لك عليه. شتو جاتني اخبار كنت عنجيب معايا الدقايق هي والعونيات وشيخات ولاد السلطه. يا اش نقول لك انت يا ما تقوليش هي داك التليفون اللي دايره فيه جوج نوارات ودايره فيه واحد لانتيرات ما تودي للحمار ما تودي للمغرب داك بوشيكيط اللي كديروا ليه ما عطيناش كيقولوا ليها هو اي هو شتيه ياك شتا تكون انت درتيه ليا في الشرج. والله حافظك راني من صبح الله وانا سير قلب عليه غيطيح فيا النص قولي طاح فيا النص قولي كي غاد النص فوق كاينه ولي باقا شادة في الميزان فينا هو يكون التليفون فين يكون. ايه ورا دخلت واحد الكلبة هنايا جرت واحد البيضات قلت غادي غنسلخهم والكلمة تجري وانا نجري شحال نقول لك اللي عندك ما لقيت باش نضربها قال لي هاد المشقوه عندك واقيلا على حساب المواصفات اللي عطيتيني زدت زدت شقرت عليها الراس ورا واقيلا ديتو معاها والله اعلم. واه يا حنا واه يا بويا ابراهيم واه في القبله اليوم تهرس عليك هالطعريجه اكثر ما هي بهرسه.